لوحات متلاصقة، هذا هو التغليد المعتاد في الأكاديمية الملكية في لندن. المعرض الصيفي هو أكبر معرض فني في العالم، وفيه يسمح للجميع بالمنافسة من أجل عرض أعمالهم. لوحات لأعضاء مشهورين في الأكاديمية بجانب أعمال فنانين غير معروفين. أساليب مختلفة ووسائل إعلام متعددة. لوحة للألماني جيورغ بازليتس ثمنها 450,000 يورو، إلى جانب أعمال فنية لا يتجاوز سعرها 4,000. مهمة اختيار وتعليق الأعمال تقع على عاتق موظفي الأكاديمية. رئيس لجنة التحكيم لهذا العام هو الرسام هيوي أودونوهيو. المشاركة في عرض الأعمال هنا قد يغير من مسار مستقبل الفنان، فالأمر يتعلق بإذابة الفوارق والتسلسل بين الفنانين من خلال الاكتفاء بوضع أرقام على الأعمال دون كتابة اسم الفنان، وهذا يجبر الزائر على اكتشاف الفن بنفسه وإبداء إعجابه بما يراه ممتعاً. البريطاني توم باتلر نجح من بين 12,000 فنان تنافسوا للمشاركة بأعمالهم. اليوم موعد التفقد الأول للأعمال، وهو أمر مهم للمشاركين. الفنان البريطاني فشل مرتين في عرض أعماله في الأكاديمية. لا أصدق أن عملين صغيرين من نتاجي تم تعليقهما هنا بين هذه الأعمار الرائعة، هذا يسعدني. وأثناء بحثه عن لوحته ازداد توتره، إذ من المهم تعليق العمل بشكل جيد كي يجذب الزوار بسبب كثرة الأعمال المعلقة. سيتمكن الجميع من رؤية أعمالي لأنها معلقة مباشرة بجوار النص على الجدار، وهذا يسعدني. لقد جهزت أيلين كوبر هذا المكان، فهي تعمل كمشرفة داخل الأكاديمية وأداؤها رائع بالفعل. سعر بطاقته البريدية التاريخية بالألوان المائية يبلغ هنا 400 يورو، وقد أقنع لجنة التحكيم في الأكاديمية بفنه. اللجنة راجعت لأسابيع كل أعمال المتقدمين واختارت 800 فنان من بين 12 فنان، ووجهت لهم دعوة المشاركة إضافة إلى 80 فنانا من الأكاديمية. المعيار الذي جعل لجنة التحكيم مجبرة على قبول عمل فني ما هو الجدال حوله، أي التدقيق في العمل والتحدث عنه. يستمر المعرض لثلاثة أشهر، ويحضره العديد من هواة الفن لشراء الأعمال المميزة. الملكة فيكتوريا كانت تأتي كثيراً إلى هنا لشراء الأعمال الفنية، وكان العمل أحياناً يحول الفنان نجماً. الفرصة اليوم متاحة أيضاً لاكتشاف الموهوبين وشراء أعمالهم، وهو أمر جميل. أما أكبر الفائزين الآن فهو أحد الفنانين المعروفين. هذه المطبوعة للفنان الألماني فولفغانغ تيلمانس فازت بجائزة أحسن عمل وقيمتها 30,000 يورو. تعليق اللوحة بجانب لوحات المشاهير يمثل حافزاً لأصحاب الصالات الفنية كزافيي أليس، والذي يجسد طموح الشباب ويحفزهم على المشاركة. حدث أن اكتشف هواة اقتناء الأعمال الفنية بعض إنتاج الفنانين العاملين في صالتي في معرض الأكاديمية، وحضروا بعدها لصالتي لشراء بعض الأعمال. هذا ما يتمناه توم باتلر أيضاً، الذي يكلف أليس بعرض أعماله. أعتقد أن كثيرين يشعرون هنا بأنهم يمرون بمرحلة هامة في حياتهم من خلال عرض أعمالهم في هذه القاعات ووسط المجتمع الراقي. كل فنان يريد أن يسأله البعض عن أعماله. لقد عشت فترة طويلة بين الصعود والهبوط في حياتي، غير أن الفن لا علاقة له بالاتجاهات التي قد تجذب الناس العصريين.
بل إن جوهر الفن يعبر عن رؤية فنية محددة. المعرض الصيفي لا يضمن المجد للفنان المشارك، لكنه يمنحه على الأقل الفرصة التي نجح البعض في اقتناصها.